الفخارة هي طريقتها سهلة جدا، ما بتتحملش أكتر من 3 دقايق. وبنحط فيها وبنحطها بالفرن، بنحط معها المكونات بطاطا وبصل، ونغطيها وتوم وورق غار وهيل، ونغطيها مع البهارات وبنحطها بالفرن لمدة تقريبا من 3 لـ4 ساعات على درجة حرارة في أول ساعة أو نص ساعة 300، وبعدين لـ180 بتنزل الحرارة، بنعيرها كده من أربع لـ3 ساعات. 4 لـ3 ساعات، يعني هي بتاخذ وقت اكثر بال اكثر من التحضير. من التحضير، تحضير تقريبا هي بس انه بتجيب اللحمه، اقل من دقيقتين. يعني بتجيب اللحمه بتتبلها وبتحط عليها بطاطا، نرجع نعيد، بطاطا وبصل، بصل وكوسه وبندوره وتوم. اوكي. البهارات، بهارات خاصه بنضيف عليها الهيل وورق الغار. اوكي. طب وكيف الشكل النهائي لها؟ تورجينا كيف الشكل النهائي بيكون لألا بالسكر. ليش لا؟ وهذه شكلها النهائية.